والابتكار في هذا المجال. وهذا الطموح فهو ناتج عن الاجتماعين المنعقدين يوم 8 مارس و17 مايو 2022 الذين شكلا فرصة للمسؤولين في الوزارة لتبادل الآراء حول واقع وأساليب التدبير داخل الوزارة، وكذلك فرصة لاستكشاف الرافعات التي يمكن أن تدفع نحو تجديد العمل الجماعي للوزارة بناء على ذكائنا الجماعي من أجل بناء رؤية مشتركة لمستقبلنا. بعد التشخيص الذاتي الذي تم إنجازه بطريقة تشاركية ساهم فيها كل مسؤولي الوزارة وعين من أطرها، والتي انصبت على تحديد نقاط القوة والوقوف على مكامن القصور التي تستلم التطوير، صاغت الوزارة رؤية مستقبلية للفترة 2022 إلى 2027، شعارها أن تكون وزارة مسؤولة ونموذجية وتقنية بامتياز في خدمة المواطن من أجل مجال نامي وصامد. وتم كذلك وضع استراتيجية 2022-2027 التي حددت 5 توجهات استراتيجية، ضمنها توجه مخصص لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير المهارات والخبرات في الوزارة بهدف توجيه عمل الوزارة وتركيز الجهود والموارد من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها. وقبل استعراض أهم ركائز هذا المشروع وكذلك المخطط الأولي لتحقيق ذلك، من ضروري أن نجيب على بعض التساؤلات الكبرى. التساؤل الأول، ولماذا الوزارة مؤهلة لتحقيق هذا المشروع الطموح؟ أولا، لأن كما تعلمون الوزارة عندها واحد تجربة كبيرة وطويلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الطرقية والموانئ والمشاريع المائية، وكذلك في مجال قطاع ديال الأرصاد الجوية. تتوفر كذلك الوزارة على بيئة نظامية تمكن من تطوير الخبرة التقنية لموظفيها، من بينها بالطبع المدرسة الحسنية للأشعة العمومية، المختبر العمومي للدراسات والتجارب، المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية، الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب، شركة استشارة الهندسة والتنمية، شركة الوطنية لدراسة المضيق. ظهور كذلك مجالات تقنية جديدة ذات أولوية بحال تحليات المياه، مقاربة حول قضايا البيئة، وأخيرا زيادة مستوى متطلبات الجودة كذلك في هذا الإطار، زيادة لتدبير وزارة الجهاز والماء لمشاريع وأوراش كبرى مهيكلة تولد ممارسات جيدة يجب تعزيزها. السؤال الثاني، اليوم علاش خصنا نديروا هذا الامر اليوم؟ لانه وانتم تبعنا جميع من خلال اللقاءات اللي قمنا بها، فيمكن القول بان الوزاره تعاني كذلك من عده اشكاليات. هنالك صعوبه في جلب والاحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات العاليه، هنالك غياب كذلك اطار لرصد وتحديد اولويات البحث التطبيقي مع مؤسسات التعليم والبحث التي تعالج قضايا محدده، هناك كذلك تراجع نشاط اللجان العلمية والتقنية في مجالات البناء والأشعة العمومية، هناك تراجع في الاعتمادات المخصصة لتطوير الكفاءات، هناك خفوة صورة وسمعة وزارة الجهاز والماء التي كانت مرتبطة بقوة الخبرة التقنية لموظفيها. هذه النقائص اللي شفنا فكان لها كذلك العديد من التأثيرات وأدت إلى عديد من الاضطرابات. أولا، تقييم اللي قمنا به، وهو هنالك تجاوز كبير في المواعيد لاحترام المواعيد بالنسبة لإنجاز المشاريع. هنالك كذلك اختلاف كبير بين التكلفة المقدرة والتكلفة الفعلية. هنالك كذلك تأخير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من هذه المشاريع، زيادة على الشكاوى والطعون القانونية المقدمة من قبل الشركات التي كذلك لها تؤدي إلى نفقات إضافية ناتجة عن صدور أحكام بمبالغ مهمة ضد الوزارة والشركات العمومية التابعة لها، زيادة على وجود مشاكل في الجودة في بعض المشاريع. إذن اليوم واضح بأنه من ضروري أن الوزارة تقوم بتقوية النظام التقني
داخل الوزارة من أجل تفادي كل هذه التكاليف الإضافية والعمل على تطبيق هذه المشاريع الكبرى اللي غيكون عندها وقع كبير على بلادنا وعلى المواطنات والمواطنين وتعزيز الثقة في العمل الوزارة. وهذا بالطبع يتطلب تعزيز الخبرة التقنية وتأسيس نظام مستدام لتحسين الأداء للرفع من الفعالية داخل الوزارة مع تراكم الخبرة التقنية وتجميع التجارب من أجل الاستفادة من الكفاءات المكتسبة لتوظيفها للنهوض بالإصلاحيات وبالصلاحيات والاختصاصات المسندة للوزارة مركزيا وترابيا، خاصة مع وضع وتنفيذ التصميم المديري للا تمركز الإداري الذي سينطلق إن شاء الله في غضون الأشهر المقبلة. ويرتكز هذا التحول في طريقة عمل الوزارة على 4 مبادئ. أولا، اعتماد نهج تشاركي يتجاوز المنطق القطاعي والتنظيمي ويعزز التآزر في نظام جديد لتطوير المهارات. ثانيا، تعزيز البحث التطبيقي والابتكار والاهتمام أكثر بالمجموعات العلمية في بيئة الأشغال العمومية. ثالثا، استخلاص الدروس من التجارب وتقييم النجاحات وأسباب التعثرات. رابعا وأخيرا، نقل المعرفة ووضع منظومة لإدارة المعرفة وتعزيز الاستعانة بالخبراء بشكل أكبر من خلال المنشورات وفعاليات المؤتمرات والكتب البيضاء إلى آخره. وهكذا فإن خطة العمل ذات الأولوية لتقوية وتعزيز التقنية بالوزارة فهي تتكون من 8 محاور استراتيجية تهدف إلى تحديث نظام تكنولوجي، أي نظام الإنتاج في وزارة الجيز والماء، وإرساء أسس لإنشاء نظام مستدام لتحسين الأداء المستمر. المحاور هي كالتالي: تطوير التكوين الأساسي، تاليا تحسين إدماج الموظفين الجدد، ثالثا تقييم الكفاءات بناء على قياس تناسب المسمى الوظيفي ومهارات الموظف، رابعا دعم ومواكبة الموظفين، خامسا إثراء المعرفة ومهمة التدريب، سادسا تعبئة المجتمع العلمي والاستعانة به، سابعا تعزيز السيادة التكنولوجية، وأخيرا إنشاء مسار تقني. إذن بالنسبة لهذه المعايير الأهداف وهذه الركائز، ينبغي أولا بالنسبة للنقطة الأولى المرتبطة بتعزيز وتطوير التكوين الأساسي، فإن التكوين الأساسي للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وتطويره يهدف إلى توفير تكوين عالي المستوى من خلال جلب أفضل الطلبة وتلقين تكوين عالي المستوى من طرف متخصصين، وكذلك توفير بيئة حياة جامعية تتميز بالجاذبية. ويجب أن يستهدف التكوين في المعاهد العليا التكوين التقني المتخصصين، توظيف حملات درجة الإجازة، وتنشيط التدريب المزدوج المدرسة البيئة المهنية أي لا فورماسيون بار التيرنونس، وتطوير تخصصات جديدة كالهيدروليك الصناعي ومعدات وآليات الأشغال العمومية وعلم الأرصاد الجوية. كما على الوزارة بالطبع الانفتاح على محيطها الأكاديمي المحلي وكذلك العالمي لتعزيز نظام التكوين الأساسي في المهن المرتبطة بالوزارة. إذن المحور الثاني فهو يتعلق بإدماج بإدماج الموظفين الجدد، ويعد برنامج إدماج الأطر حديثة التوظيف وفرصة لتعريف الموظفين الجدد ببيئة العمل في الوزارة وضمان توفير متابعة وثيقة لهذه الأطر، تدريب وزيارات، رعاية وتوجيه التعيينات. المحور الثالث فهو يتعلق بتقييم الكفاءات من خلال معاينة وتقييم أداء مختلف المتعاونين، يتعين إجراء تشخيص فردي للخبرة التقنية لجميع فئات العاملين في الوزارة لتحديد الفوارق في المهارات حسب الفئة والوظيفة ومجال العمل، واتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة من خلال خطط لتقليصها ومعالجتها. لا
الهدف الأساسي هو أن يكون هنالك ملائمة ما بين التكوين والقدرات وكذلك العمل والمسؤولية التي يتم تطبيقها على أرض الواقع. المحور الرابع وهو متعلق بدعم ومواكبة الموظفين، وسيتم تسهيل دعم الإدارة من خلال توفير خبراء دائمين أو دوريين الذين سيقومون بالدعم التقني المباشر one to one أو بالدعم الجماعي لكوتشينغ دو جروب، مما سيساعد الوحدة التقنية أي غنكون وحدة تقنية في كل المناطق على اتخاذ القرارات الصائبة من خلال المواكبة التي سيوفرها خبير دائم أو شبه دائم في البنية الإدارية، ويشمل ذلك أيضا إنشاء رابط بين الخبير والمدير والمسؤول وإعادة إحياء قدرة العمل على مستوى الوحدات التقنية. إذن عمليا نحن غنكون وحدات تقنية التي هي اللي غتكون هو مربط الفرس ديال العمل ديال الوزارة. المحور الخامس وهو إثراء المعرفة ومهمة التدريب. هذا الأمر عنده واحد الأهمية قصة، لأن الهدف الكبير وهو تعزيز الخبرة التقنية الذي سيتم من خلال إثراء المعرفة وتشجيع المهام القصيرة المدة وتعزيز المهمات العمل المؤقت في معاهد تكوين تقنيين متخصصين كنشاط متأصل في المسؤوليات الرسمية لوظيفة رئيس المصلحة أو رئيس قسم ومهندسي المشاريع. يمكن أن يعزز مستوى المتدربين لتحقيق هذه المبادرة. ينبغي وضع آلية فعالة لتحفيز المهام القصيرة المدة وتوفير التسهيلات الإدارية اللازمة لوضع الباحث الذي سيقوم بالمهمة، أي أنه كل مسؤول يكون له مهمة ديال التدريب اللي غدا الناس اللي هما أطر اللي غدا غيخدموا في الوزارة وغيزيدوا يعزوا ويقووا العمل ديال الوزارة، وبالتالي فهنالك تراكم متواصل في هذا المجال. المحور السادس المتعلق بتابئة المجتمع العلمي، العمل في مجموعة علمية، أي أن تكلمنا على المجموعة الفنية الفريق الفني، دابا غنتكلموا على المجموعة العلمية، أي كل واحد غيكون داخل في واحد المجموعة العلمية، وهي في الواقع وسيلة أساسية لتعزيز الخبرة التقنية داخل الوزارة وتفعيل أو إنشاء اللجان العلمية التقنية المشابهة للمجتمعات العلمية الدولية والمساهمة في المنتديات العلمية من خلال النشر في المجالات المتخصصة وتقديم البحوث في الندوات والمؤتمرات الذي سيكون دليلا واضحا لحيوية البحث التطبيقي داخل وزارة تجهيز الماء. إذن هذا البعد العلمي يكون حاضر بقوة، ولا يخفى عليكم أهمية تحقيق التناغم بين اللجان التقنية اللي تكلمنا عليها المرتبطة بالمهم بالمهنة والتفكير في أهمية إنشاء وتنشيط أندية المهنية داخل الوزارة، بحال نادي البنية التحتية، نادي مراكز الدراسات والأبحاث التقنية، نادي الإدارة العامة، نادي التدبير والبرامج إلى آخره، والتي ستسهم في تعزيز الترابط والتناغم في مختلف مكونات القطاع واللجان العلمية. إذن سيكون واحد الترابط ما بين اللجان التقنية واللجان العلمية. سابعا تعزيز السيادة التكنولوجية، وهو في آخر المطاف هو بيت القصيد. كما لا يخفى عليكم أهمية ضمان السيادة التكنولوجية في المجالات الرئيسية لعمل الوزارة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز القدرات التكنولوجية لهياكل الوزارة وتشجيع الابتكار في مجالات البناء والأشغال العمومية والماء وكذلك الأرصاد الجوية. والحفاظ على سيادتنا التكنولوجية يكمن في الضرورة في إنشاء مجمع تكنولوجي وطني اللي غيكون تشكل واحد المرجعية على الصعيد الفنية على الصعيد الوطن، واللي غيكون كذلك ترتكز أساسا على رؤية الدولة في هذا المجال. وهذا هو الهدف من هذا الشيء كله، وهو أننا الدولة غتكون هي المرجع وفي نفس الوقت المحفز والمحرك لتقوية الخبرة الوطنية على الصعيد الوطني، وهذا غيساعد بالطبع كل المنظومة الاقتصادية التي تشتغل في إطار البناء والأشغال العمومية والماء والأرصاد الجوية. هذا هو الهدف الأسمى لهذا المجهود الكبير اللي غيدار. وهذا الأمر باش يمكن له يتحقق من ضروري النقطة الثامنة
وهو إنشاء مسار تقني اللي هو الركيزة الأساسية ذات الأهمية القصوى والتي ستكون بالتأكيد ضامنة لاستدامة الخبرة والمهارات بالوزارة، وهي إنشاء هذا المسار داخل الوزارة. هذا المسار التقني يتطلب أولا تنظيم آليات لتطوير الكفاءات التقنية حول وحدات التكوين، ثانيا وضع مرجعية لتصنيف فئات الخبراء في مجال المسار التقني، ثالثا وضع معايير للوصول إلى المستويات المختلفة في المسار التقني، رابعا ضمان الحفاظ على علامة الخبير عبر الإنجازات العملية والميدانية. وفي هذا السياق لا بد بالطبع من إحداث نظام تحفيزي للمسار التقني موازيا للمسار الإداري. باش نكونوا واضحين، أكل المسار الإداري اللي نتوما تتعرفوه رئيس قسم، رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إلى آخره، ويكون بالتساوي نظام آخر اللي هو نظام تقني. هو المسار التقني هو اللي غيساعد وغيعزز العمل ديال الوزارة والعمل ديال المسؤولين، ويجعل أن هنالك تناغم ما بين هذا المسار التقني والمسار الإداري، وهذا يفتح مجالات للعزيز من الأطر العليا ديال الوزارة باش يقدموا الكفاءة ديالهم ويساعدوا كذلك ويطوروا الخبرة داخل الوزارة. إذن هذا البعد وهذا غيساعد على تحديد المسارات المهنية النموذجية داخل الوزارة وإنشاء وحدة لإدارة المسارات المهنية، كما يجب تنظيم تدبير الخلف وتعزيز التناغم بين الأجيال. وهذا كما تعلمون هو الإشكال الكبير اللي هو مطروح وحنا عشناه داخل هذه الوزارة، واليوم من ضروري أن نعمل باش ما نبقاوش نعيشه مرة أخرى. هذا من تنتكلموا داخل الوزارة تنتكلم كذلك على المؤسسات العمومية اللي هي داخلة في إطار كذلك اختصاصات ديال الوزارة، لأن هذا التناغم وهذا العمل هذا اللي غيجعل أننا غيكون عندنا كذلك واحد صيرورة ديال الأطر داخل الوزارة اللي غتقوم كذلك بالعمل في إطار هذا المنظور الشمولي اللي تكلمنا عليه. وبالطبع تنفيذ هذه الخطة الأولوية لا تنجح إلا إذا كانت مدعومة بإطار مؤسساتي مناسب قادر على تحمل مختلف تمظهراتها. ولهذا الغرض أحثكم على إنشاء مؤسسة وفقا للظاهر ديال 1958 ديال الجمعيات تضم جميع هياكل المانية لدعم هذه الخطة الأولوية ولإنجاز هذا المشروع الطموح. أما بالنسبة لتدبير هذه الخطة في إطار هذه المؤسسة اللي تكلمنا عليها، فهي ينبغي أن تتم على ثلاثة مستويات: أن يكون هنالك مجلس تقييم والتوجيه الذي سأترأسه شخصيا، لجنة القيادة التي سيترأسها السيد الكاتب العام، ولجنة التتبع التي سيترأسها المدير الماني. وبعد تقديم محتوى خارطة الطريق للخطة الأولوية، من المهم أن نكون على علم بأن وجود الخطة لا تكفي، بل من ضروري جدا أن نجعلها ملموسة من خلال تطوير الأدوات التي تمكننا من تحقيقها، وأن تكون مدعومة من جميع المسؤوليات والمسؤولين. كما نعتمد أيضا على المشاركة الفعالة لمؤسساتنا العمومية وشركائنا المهنيين للمساهمة الفعلية في تحقيق هذا المسعى. كاين عديد من المعاهد ديال التكوين داخل المؤسسات العمومية اللي تنبغي كذلك أن يتم تابئتها من أجل تحقيق هذا المسار التقني اللي تكلمنا عليه. إن هذا المشروع الهيكلي للوزارة وللمهنة وللبلد ككل لن ينجح دون دعم ورعاية شركائنا، وأخص بالذكر وزارة الاقتصاد والمالية لمساعدتنا في الورش الوعيد. وعلي أطلب من السيد الوزير الميزانية أن يساعدنا في هذا الإطار، وفي هذا الإطار السيد أقترح أن تكون هنالك فريق عمل اللي غتشتغل إن شاء الله من نهار شتنبر المقبل، اللي يكون فيه السيد الكاتب العام اللي تترأس هذا الفريق العمل، يكونوا فيه مسؤولين من وزارة ديال الاقتصاد والمالية خصوصا بالنسبة للمديرية ديال الميزانية، اللي غيساعدونا من أجل وضع هذه الخريطة الطريق، وفي نفس الوقت كذلك العمل على إعداد برنامج عمل واضح محدد يصب لتطبيق المحكم لهذا البرنامج الطموح.
أسأل الله العلي القدير أن يساعدنا جميعا على الخير والنجاح لبلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شكرا لاهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.